خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستعجل الإنسان بدعاء الخير، فإذا تخلف ما أراد إذا هو من القانطين، وما يدري لعل الله ادخر له خيرا مما سأل وأعطاه أفضل مما أراد. هل اطلع أحدنا على الغيب؟ لو اطلعتم على الغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا. هكذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولو فقهت يا عبد الله لتبين لك، وذلك معنى ما تجده في الحكم. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من الله إحسان. كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله تعالى فيه. متى أعطاك أشهدك بره، ومتى منعك أشهدك قهره. فهو في كل ذلك متعرف إليك ومقبل بوجود لطفه عليك. المنع عطاء. ها أنت تشكو السقمة وترى أن جسمك قد رابك بعد صحة، وحسبك داء أن تصح وتسلما. تظن الداء منعاً، منعاً من متاع الصحة، منعاً من الحركة التي تعودتها، منعاً من فعل طمحت نفسك إليه. وما يدريك لعله منع من فعل تظنه خيراً وهو ليس كذلك. أما أبصرت العطايا التي فاضت من الداء؟ لقد فتح لك المرض أبواباً من العطاء. لو تدبرت ما كانت لتفتح لولاه. فمن تلك الأبواب باب الصبر، فاحذر أن تضيعه. وتذكر قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. ونعمة الصبر كنعمة الشكر، لا يقدرها إلا أولو الألباب. نور الله صباحكم بكل خير، ومتعكم بالصحة والعافية. خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.